بغيت نقول لك من فضلك رحتوا عند الرابطه الجزائريه اللي دفعت عن حقوق الانسان؟ ما كانش حد حق في تبسه، تبسه كل اطارات كلهم بداها من الوالي وهبط لتحت. الوالي ما نشوف خطو بريه ما نشوفوش، وعليه وشيه هو الوالي يقدر ما يحط شيء بعد شيء واحد راح برد لي قلبي نهضر نتعارف ونخش الولايه ذاك يدزنا ذاك هكا ذاك هكا حتى نولي في كريز. قلت لهم ننتحر لكم اليوم هنا اقسم بالله يا شيخ دخلت كوميساريا فينا لانك انت يا ماشي مدام دليله على ما تحبوش تفهموا انتم لو كان جيتوا مدام دليله ام يعطوكم اراضي ينتخبوكم في البرلمان يفتحوا لكم